أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذ التوجيهات السادسة للدولة لتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية أو الصحية أو المعيشية لأسر وأبناء شهداء الشرطة عموما من القضاة والأفراد والمذنبين. كافة أجهزة الوزارة بتعمل على تلبية مطالب أسر الشهداء والعمل على حل مشاكلهم في أي موقع وفي أي مجال، فضلا عن أن اهتمام الوزارة بيأتي من منطلق للدور الكبير للتضحيات اللي قدمت من هؤلاء الشهداء، لأن مهما قدمنا من خدمات ومن أوجه رعاية مش هتقدر بثمن التضحية اللي قدمها الشهيد اللي هو فقد روحه ودماؤه لأمن الوطن وأمن المواطنين وسلامة الوطن وسلامة المواطنين. فمهما قلنا من أوجه رعاية بتقدم أو قدمت أو ما زالت ستقدم، لا يمكن أنه توفي حقها للشهيد أو لأسرته، لأن مهما كان أن تعويض الإنسان ده صعب، لكن أي شيء في الدنيا ممكن تعويضه بسهولة جدا عدا الإنسان. أنا من أهم سياسة الوزارة أن أنا ربط أسر الشهداء بالوزارة على مدار الأيام والتاريخ، لأن حتى لو إحنا اتغيرنا والقيادات اتغيرت بيجي برضو غيرنا الزملاء اللي بعدين بيكملوا المسيرة في التواصل مع أسر الشهداء. يعني عطاء هيبقى هنسميه بلا حدود، عطاء بلا حدود لو حطينا عنوان لهذا الموضوع، لأن الوزارة والسيد الوزير وجميع قيادات الوزارة مفتوحة مكاتبهم لاستقبال أسرة أي شهيد وابن أي شهيد أو ابنة أي شهيد للوقوف بجواره في أي مشكلة أو في أي مطلب، يعني يقدر يعني يساعده على مواصلة الحياة. الحاجة التانية احنا بنهدف ايه من الكلام ده؟ انا بنمي روح الانتماء والولاء. يعني انا الطفل الصغير ده برضو هم كرمه واهتم بيه وديه احساس، هو انا بديله اهتمام برضو بحسسه ان الوزارة ما زالت مهتمية بيه، مهتمية بكل مطالبه حتى في حالة عدم وجود اللي هو العائل. او شوف يعني احنا صراحة يعني مش هقول انا كمساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الافراد، انا طبيعة عملي تواصل مع الافراد واسرهم. عايز اقول ان انا عندي الواحد عنده احساس بمشاكلهم برضو، عندي احساس بظروفهم، عندي احساس بظروفهم المعيشية الاجتماعية. يعني عشان كده فبتبقى الواحد انا حاسس ان انا قريب. كلمه منه. اخيره واحنا شاكرين وجودك معانا، كلمه اخيره لبوابه اخبار اليوم تحديدا والاخبار اليوم، وكلمه اخيره لابناء فوق العلم من ابناء الشهداء. انا اولا بوجه لهم التهنئه بكل قلبي وبطالبهم بمزيد من التفوق، لان الوصول للنجاح سهل لكن المحافظه عليه يبقى اصعب، وده بيتطلب منهم بذل الجهد. وإن شاء الله أتمنى لهم في المستقبل القريب إن هم يكونوا ضمن أعضاء هيئة الشرطة عشان زي ما قلنا يكملوا مسيرة أبائهم.